خلال اجتماع خلية أزمة الحجاج، مدبولي يكلف بسحب تراخيص 16 شركة سياحية وإحالة مسؤوليها للنيابة العامة. كوبا تعلن انضمامها للدعوى المرفوعة أمام العدل الدولية ضد إسرائيل، وتؤكد أن سلطات الاحتلال ضربت بقرارات المحكمة عرض الحائط. مع تواصل العدوان على أنحاء قطاع غزة، الصحة العالمية تصف الوضع بالصعب مع توقف الإمدادات الغذائية وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع خلية العمل التي تم تشكيلها، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة وإدارة أزمة وفاة عدد من الحجاج المصريين. في مستهل الاجتماع، أعرب مدبولي عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا من الحجاج المتوفين، مؤكدا الالتزام بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المحزن. وخلال الاجتماع تم استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أشار إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية. وأثبت التقرير أنه تم رصد 16 شركة سياحة بصورة مبدئية قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية ولم تقدم أي خدمات للحجاج. ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة سحب تراخيص هذه الشركات وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم. We'll be right back.
أكد السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام بجدة أنه تم العثور على معظم المفقودين محتجزين بالمستشفيات السعودية بمكة المكرمة لتلقي العلاج. جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمستشفيات مكة المكرمة للاطمئنان على الحجاج المصريين المحتجزين بها، مشيرا إلى استخراج شهادات الوفاة لكافة حالات الوفاة من الحجاج المصريين. بهدف الاطمئنان على الحجاج المصريين المحتجزين بالمستشفيات السعوديه، قام القنصل المصري بجده بجوله تفقديه لعدد من المستشفيات بمكه المكرمه للوقوف على الخدمه العلاجيه المقدمه لهم، والذي وصل عدد المحتجزين من الحجاج المصريين الى اكثر من 180 حاله، اضافه الى تذليل المعوقات كافه التي قد تواجههم لحين عودتهم سالمين لأرض الوطن. كان لي الشرف أن أنا أتفقد النهاردة عدد كبير من مواطنينا المنومين في المستشفى، اطمنت على صحتهم واطلعت برضو على حالتهم الصحية وتطورها وطلباتهم الخاصة جدا، فدي كانت مناسبة مهمة جدا أن احنا نقول لهم أن احنا كمصريين احنا معاكم وفي ظهركم، ونتمنى لهم يقوموا بالسلامة ويرجعوا تاني إن شاء الله مصر. وبعثة الحج الرسمية كمان عندها الإمكانية إنها توائم وتعدل مواعيد السفر للحجاج طبعا على البعثة الرسمية. بقية مواطنينا اللي جايين يعني بغرض الحج احنا طبعا مسؤولين منهم، هنسهر على راحتهم ونقدم لهم كل ما يمكن تقديمه لراحتهم يعني إن شاء الله. في مجمع الصحي في المعيصم بيتم صرف شهادات الوفاة للمواطنين اللي معاهم توكيلات أو تفويضات من ذويهم في مصر، وده بيتم دلوقتي يعني على مدار الساعة. الحمد لله الحمد لله كتير جدا من اللي كانوا محسوبين مفقودين كانوا منومين في المستشفيات وخرجوا، فعندنا أعداد كبيرة الحمد لله تعرفنا عليهم وتعرف عليهم ذويهم ورجعوا الحمد لله. كما تحولت غرفة عمليات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة لخلية نحل على مدار الساعة لرصد حالات الوفاة بالمستشفيات ومجمع الوفيات بالمعيصم بمكة المكرمة، وكذلك المرضى المحتجزين منهم بالمراكز العلاجية، إضافة إلى رصد المفقودين بمشعري عرفات ومنى، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بجدة. احنا كان عندنا تكليف من رئاسة البعثة بأن احنا نتعامل مع كل حالات الحج اللي هم من الجنسية المصرية. بنحاول دلوقتي زودنا عدد فريق المرور وكثفنا المرور على المستشفيات، لأنه في بعض المرضى كمان محتجزين في مستشفيات خاصة علشان نتابع تطور الحالة الصحية للحجاج المصريين المنومين وتشخيصها. كان فقدان درجة وعي بسبب برضو بسبب الحرارة العالية وبسبب حالات الجفاف وبسبب كبر سن الحجاج وإصابتهم بأمراض مزمنة، خلت تأثير الارتفاع الشديد في درجة الحرارة في المشاعر كان أقوى من الوضع الطبيعي يعني، فمعظم الحالات كانت إجهاد حراري. بعد المشاعر في ناس كتير اتحجزت مستشفيات وفي حالات وفاة ظهرت، فاحنا دلوقتي بقينا بناخد اتصالات اكتر من الناس اللي مثلا بيستفسر عن حد دخل مستشفى، خاصة ممكن يكون بيستفسروا من مصر او هنا داخليا. فرق المستشفيات بتبلغنا باخر تقارير عن حالات الناس المحجوزة في المستشفيات، غير بقى حالات الوفاة بنقعد نعملها حصر في جميع المستشفيات، اي بلاغ بيجي لازم بنتأكد منه ونبعت الفريق من عندنا يتأكد ان ده مصري بحيث ان هو بقى يتعمل فيها الاجراءات بتاعة الوفاة ويتبلغ ذويهم وكده. جهود مضنية تبذل هنا بالبعثة الطبية المصرية على مدار الساعة لرصد أي حالة وفاة أو محتجزين بالمستشفيات السعودية، فالكل يعمل بلا كلل أو ملل ليكون عند مستوى الحدث. محمد حلمي، التلفزيون المصري. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن.
أعلنت كوبا انضمامها إلى جنوب إفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية. وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجرز أن بلاده قررت المشاركة بصفة دولية كدولة ثالثة في شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتزايد قائمة الدول التي تعلن انضمامها إلى جنوب أفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية لتتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة. فتح الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل أحدث تحولاً في الرأي العام العالمي، وحرك كوبا لتعلن انضمامها في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدولية ضد إسرائيل. فوفقاً للخارجية الكوبية، فإن هافانا ستستخدم حقها في أن تقدم بصفتها طرفاً ثالثاً وفقاً للقانون الدولي تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني. حق أصيل يكفله القانون الدولي لدولة ليست طرفاً في النزاع، ويمكنها من أن تقدم حججها القانونية لدعم تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية. مبادرة هافانا تأتي توافقاً مع التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حد للإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. إذن هي محطة جديدة في مسار ليس بجديد تحت أروقة محكمة العدل الدولية، التي كانت قد أمرت إسرائيل في وقت سابق بالوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح الفلسطينية وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وكذلك ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية دون عوائق، إلى أن إسرائيل ضربت بهذه القرارات عرض الحائط واعتبرتها غير ملزمة. ربما هي كذلك كما تدعي دولة الاحتلال، لكنها ستظل وصمة في جبينها أمام العالم وإن أنكرت أو تجبرت. مزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، بعد التحية، يعني كوبا تلحق بركاب الدول المنضمة لدعاوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية، يعني قراءتك لانضمام كوبا في هذا المسار وزيادة عدد الدول المنضوية تحت هذه الدعوة؟ لا شك انضمام كوبا هو يعد إضافة إلى الرصيد التراكمي من جانب الدول التي توجهت إلى محكمة العدل الدولية، وإلى الدول التي دعمت هذا التوجه والتي تجاوزت ربما عدد 60 دولة. لا شك أن هذا الانضمام هو خطوة إيجابية وبناءة تعزز وتؤكد وترسخ الاتهام الموجه إلى إسرائيل باعتبارها دولة
تمارس الإبادة الجماعية، والتي من الواضح من المؤكد أن هناك من الأدلة والثوابت التي تؤكد على ارتكاب إسرائيل هذه الجريمة. ولا شك أيضا في بالمقارنة أيضا بأن إسرائيل تحاكم قادتها في أمام محكمة الجنائية الدولية. فإسرائيل تحاكم أمام محكمة العدل الدولية، وقادتها يحاكمون أيضا أمام المحكمة الجنائية الدولية. لا شك أن هذا الأمر يعكس مواقف دول ومنظمات إقليمية ودولية عديدة، فضلا عن شعوب كثير من دول العالم تتجه نحو هذا التوجه وتؤيده وتدفعه بقوة. طب يعني وبالتالي أعتقد أن يتزداد الموقف الإسرائيلي تأزما، وتزداد الاتهامات المؤكدة ضد إسرائيل في هذا الصدد، سواء أمام محكمة العدل الدولية أو أمام المحكمة الجنائية الدولية. طب إلى أي مدى يمثل هذا الاتجاه ضغط على إسرائيل، وكيف تنظر الدولة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بالتأكيد، كيف ينظر إلى مثل هذه الدعوة أو كيف يتعامل معها بالأحرى؟ للأسف الشديد إسرائيل دولة مارقة لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية والقرارات الدولية والشرعية الدولية، وهذا أمر واضح حتى فيما يتعلق مؤخرا بموضوع معبر رفح. معبر رفح تحكمه قوانين واتفاقات دولية من اتفاقية 2005. إسرائيل تتحدث في هذا الصدد بمنطق القوة، ومنطق القوة هو منطق غير شرعي ويخالف المواثيق والاتفاقات الدولية ويعد خروجا عنها. وبالتالي هذا الموقف هو إضافة للموقف الإسرائيلي الذي يعزز الاتهام بأنها دولة مارقة، بل أيضا يعزز أن إسرائيل إذا كانت تتهم حماس بأنها منظمة إرهابية، فللأسف الشديد إسرائيل تمارس إرهاب الدولة. ومن هنا فيبدو الموقف الإسرائيلي المتأزم سواء سياسيا أو قانونيا أو في وضعها في المحيط الإقليمي أو الدولي بالانعزال وبالنبذ تقريبا بكونها تمارس مثل هذه الممارسات المخالفة للشرعية الدولية وللقوانين والمواثيق الدولية. وبالتالي هذه الاتهامات وانضمام دول أخرى داعمة للموقف جنوب أفريقيا وسواء كانت كوبا أو غيرها يعد يعني تأكيدا وتكريسا للاتهام الموجه إلى إسرائيل. بالتأكيد هذا يضاف إلى حالة السخط الموجودة في الشارع الغربي بالتأكيد تجاه الممارسات الإسرائيلية. سيادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بإعلان أرمينيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، مؤكدا أنه قرار شجاع يعكس وقوف هذه الدولة الصديقة في الجانب الصحيح من التاريخ. وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية إن توسع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعكس اقتناعا متزايدا لدى المجتمع الدولي باستحالة استمرار الاحتلال. ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية مناشدته لكافة الدول التي لم تقدم على هذه الخطوة بعد اتخاذ القرار السليم أخلاقيا والصحيح قانونيا وسياسيا بالاعتراف بدولة فلسطين في أقرب الآجال.
من جهتها رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسهم في الجهود والمواقف الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة. وجددت المنظمة دعوتها لكل دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقا لرؤية حل الدولتين. حذرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية من نفاذ اختيارات الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع حرب غزة ووقف نزيف الدماء المستمر منذ أكتوبر الماضي. وأوضحت الصحيفة أنه عندما اندلعت الحرب في غزة كانت الإدارة الأمريكية تأمل في إبقاء الصراع قصيرا ووقف انتشار الحرب إلى لبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط. شعور بالإحباط، بهذه الكلمات الواهنة خرج منسق الاتصالات الاستراتيجية للبيت الأبيض جون كيربي في مؤتمر صحفي ليعبر بها عن أسفه لتصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي اتهم الإدارة الأمريكية بالتباطؤ وبحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل. لكن تلك لم تكن البداية، فقد كانت البداية الحقيقية من وصول الإحباط لدى الكثيرين من مسؤولي الخارجية الأمريكية إلى درجة الاستقالة اعتراضا على سياسات بايدن الداعمة للعدوان الإسرائيلي بشكل غير مشروط، مما أدى لمجازر وتصفيات عرقية ونزيف من الدماء لم يتوقف حتى الآن. ووصلت الاستقالات إلى مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية وهو أندرو ميلر، الشخصية المحبوبة في أروقة البيت الأبيض والخارجية الذين دأبوا بدورهم على دعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المدللة. ويختلف رحيل ميلر عن رحيل الآخرين في وزارة الخارجية الأمريكية الذين كانوا أقل رتبة وتأثيرا في وضع السياسة تجاه غزة. فعلى الرغم من الاحترام الذي يلقاه ميلر في إسرائيل، إلا أن الوحشية الإسرائيلية أثارت حفيظة الجميع حتى حلفائها في المكتب البيضوي، لينتهي الأمر بشهادة شاهد من أهل الولايات المتحدة، حيث ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن بايدن قدم دعمه الكامل للإسرائيليين ودفع بالأسلحة شديدة الحساسية ومفرطة التدمير إلى الصراع، ووفر الغطاء الدبلوماسي والسياسي في المؤسسات الدولية لدولة الاحتلال. ومع كل ذلك تجاهل نتنياهو مرارا وتكرارا مطالب الولايات المتحدة باتباع نهج أكثر انتقائية في غزة والامتناع عن مفاقمة التوترات مع الفلسطينيين بحسب تعبيرات الصحيفة. وعلى الرغم من أن السياسة المتبعة في غزة أثارت انقساما عميقا في الحكومة الأمريكية، إلا أنها لم تدفع إلا بحفنة من الاستقالات في الأوساط الأمريكية، إضافة إلى تحرك سريع لوزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت بالسفر إلى واشنطن في محاولات لرأب الصدع بين الإدارة الأمريكية ورئيس حكومة الاحتلال الذي أثار بخطابه شؤون الدولة الأمريكية الحليفة. كل ذلك وما زال بايدن المتمسك بموقعه داخل المكتب البيضوي يدعم إسرائيل ذات الهيمنة على مقدرات الانتخابات الرئاسية وغيرها، وما زال نزيف الدم الفلسطيني مستمرا رغم تلطخ سمعة جميع الداعمين أمام شعوبهم.
إن مصر استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 60 بعد 200 على التوالي، في ظل استمرار نسف المباني السكنية وارتكاب المجازر. وارتكبت قوات الاحتلال سلسلة مجازر مروعة في مدينة غزة أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 38 شخصا وإصابة العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء. كما نسف الاحتلال ودمر عددا من المنازل وسط وغرب مدينة رفح الفلسطينية جنوبية قطاع غزة، وأطلق طيران الاحتلال النار شرقي مخيم البريج وسط القطاع. وفي هذه الأثناء أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 37,551 شهيدا، فضلا عن 85,911 مصابا، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال 24 ساعة، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد و169 مصابا. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي مقتل وإصابة العشرات جراء سقوط مقذوفات ألحقت أضرارا بمكتب اللجنة في غزة. يأتي الحدث في ظل احتشاد بيئات النازحين الفلسطينيين في محيط مكتب الصليب الأحمر الدولي. انتهاكات جديدة استهدفت المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في قطاع غزة، هذه المرة طالت الصليب الأحمر الدولي، إذ أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سقوط مقذوفات من العيار الثقيل ألحقت أضراراً بمكتبها في غزة الذي يوجد في محيطه مئات المدنيين النازحين، مخلفاً عشرات القتلى والجرحى. بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أسفرت هذه الواقعة عن تدفق أعداد كبيرة من الضحايا إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني الواقع في المنطقة، فضلاً عن وجود تقارير عن سقوط ضحايا إضافيين. واعتبرت اللجنة الدولية أن إطلاق النار بشكل خطير بالقرب من منشآت إنسانية معلومة مواقعها وتحمل شارة الصليب الأحمر بوضوح، يعرض حياة المدنيين وموظفي الصليب الأحمر للخطر. فوضى تامة، هكذا وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في غزة، فقد أكد أن هناك انعداما تاما للأمن في القطاع. واعتبر إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة في قطاع غزة مسؤولة عن استعادة النظام العام والسلامة في الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى توصيل المساعدات الإنسانية. ورغم النداءات الدولية المتتالية لإسرائيل لاحترام القانون الدولي وحماية المدنيين، فإن الاحتلال لا يزال يقصف ويقتل كل شيء حي وغير حي، فقنابله العشوائية التي لم تسلم منها حتى المكاتب الأممية الإنسانية. فبعد الأونروا حان دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولا يزال الصمت قائما. في السياق، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بريل إلى إجراء تحقيق في قصف دام ألحق أضرارا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة. أكد بوريل إدانة الاتحاد الأوروبي للقصف الذي أسفر أيضا عن مقتل وإصابة العشرات، مطالبا بضرورة إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن القصف. قال مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة أنه تم رصد أكثر من 250 طفلا تبدو عليهم علامات سوء التغذية. حذر مدير مستشفى كمال عدوان من كارثة صحية، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستحصد مزيدا من الضحايا. ووجه مدير المستشفى مطالبة للعالم بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات اغتيال الأطباء والكشف عن مصير الكوادر الطبية المحتجزة لدى قوات الاحتلال. وصفت منظمة الصحة العالمية الوضع في قطاع غزة بالصعب للغاية بعد توقف إمدادات الطعام والمياه منذ 7 من أكتوبر الماضي.
أوضحت الصحة العالمية أن الأوضاع في غزة غير ملائمة لسهولة توزيع المساعدات، مشددة على ضرورة أن تعمل قوات الاحتلال على تهيئة الأوضاع على أرض الواقع حتى تتمكن الفرق الإغاثية من عملها، مشيرة إلى أن قطاع غزة تنتشر به الأمراض والأوبئة نتيجة لنقص المياه الصالحة للشرب وعدم وجود خدمات الصرف الصحي ونقص شديد في الوقود، هذا إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة. وطالبت المنظمة بضرورة وقف إطلاق النار وحرية انتقال الفرق الطبية حتى تتمكن من القيام بعملها وإغاثة أهالي القطاع. وما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تتفنن في أنواع النكبات التي ترمي بها الفلسطينيين، وآخرها نكبة التعليم، فقد أثبتت الإحصائيات استشهاد آلاف الطلاب ووقوع آلاف آخرين بين جريح ومعاق، إلى جانب التدمير المنهجي للمدارس والجامعات. وفي ظل هذا الوضع المؤسف، حرم نحو 39 ألف طالب وطالبة من التقدم لامتحانات الثانوية كنظرائهم في الدول الأخرى. ليست إبادة جماعية أو مجازر ممنهجة أو قتلا على الهوية فحسب، بل اخترعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنواعا شتى من الإبادة، منها الإبادة التعليمية عن عمد، فإن أكثر ما يقضي على أمة من جذورها هو القضاء على أحلامها، ولا يقضي على الحلم إلا اندثار التعليم واستشهاد عشرات الآلاف من المدرسين والطلبة والتربويين دفعة واحدة في شهور قليلة. وهذا بالضبط هو هدف الاحتلال الإسرائيلي من حربه على غزة. أرقام مخيفة أعلنتها وزارة التعليم الفلسطينية ومشاهد فاقت الخيال، نكأت جراحا لم تندمل وما زال نزيفها يهز أركان العالم شرقا وغربا. اليوم وفي أول أيام امتحانات الثانوية العامة تصدرت المشهد مدارس خاوية على عروشها مهدمة، يعيش في فصولها بقايا مواطنين بلا ماء ولا كهرباء، وقد سقط طلابها ومدرسوها بين شهيد وجريح ومعاق ومشرد وجائع. فقد حرمت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 39 ألف طالب وطالبة من التقدم لامتحانات الثانوية العامة التوجيهية، منهم من حالت الأقدار دون لحاقه بركب أقرانه في الصف الدراسي، ومنهم من صعدت روحه لبارئها بوسام الشهادة. فوفقاً لوزارة التعليم الفلسطينية، فإن 430 من طلبة الثانوية العامة استشهدوا في غزة، فيما استشهد في الضفة الغربية 20 آخرون خلال العام الدراسي الذي انطلق في شهر أغسطس الماضي. الوزارة أعلنت إحصائية الدم لتجد أن ما لا يقل عن 8000 شهيد في قطاع غزة ممن هم في سن الدراسة، و350 شهيدا من المعلمين والمعلمات، إضافة إلى المفقودين وعشرات الآلاف من الجرحى والمعاقين، إلى جانب 110 مدارس وجامعات تم تدميرها بشكل كلي، و321 مدرسة وجامعة تم تدميرها بشكل جزئي. وبما أن الهدف هو تفكيك أسس المجتمع الفلسطيني، فإن القول بأن 630 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة تم حرمانهم من حقهم في التعليم منذ بدء العدوان هو رقم في ازدياد مستمر مع استمرار القصف الهمجي. وما زالت غزة في انتظار إشعار آخر تعود من خلاله لممارسة حياة طبيعية يستحقها الشعب الفلسطيني الصامد صاحب الأرض. أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 9500 أسير في الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر. أشار المسؤول الفلسطيني إلى أن إسرائيل تمارس جريمة الإخفاء القسري بحق أسرى قطاع غزة ولا تقدم أي توضيحات بشأنهم. وقال رئيس الهيئة أن إسرائيل لا تسمح لأي جهة بأن تطلع على تفاصيل أسرى غزة وتواريخ اعتقالهم ووضعهم الصحي، مشددا على أن إسرائيل لن تعيد النظر في سياساتها الوحشية إلا إذا تشكلت حالة من الضغط الدولي الواسعة عليها لتكف عن هذه الجرائم. We'll be right back.
تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري. يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشحنات الوقود. مزيد يطلعنا عليها زميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من هناك. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. نتابع معا إدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، إلا أن اليوم السبت قوات الاحتلال هو إجازة رسمية عند المعبر كرم أبو سالم من ناحية قوات الاحتلال وتمنع دخول المساعدات الإغاثية. هذه الشاحنات من خلفي متوقفة يعني منذ الأمس واليوم، لم تتحرك ولم تدخل إلى الناحية الأخرى من رفح الفلسطينية، ولكنها مستعدة دائما للدخول عبر بوابة معبر رفح المصرية، لأن السلطات المصرية والحكومة المصرية لم تغلق أبواب بوابة معبر رفح المصرية بشكل عام، ومنها تتحرك بالطبع هذه الشاحنات إلى الناحية الأخرى عن طريق معبر كرم أبو سالم. منذ يعني أول يوم في عيد الأضحى المبارك لم يدخل إلى معبر كرم أبو سالم أو من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة إلا 96 شاحنة فقط محملة بالمساعدات الإغاثية وعشر شاحنات من المواد البترولية. تمنع قوات الاحتلال دخول شاحنات البترول بشكل عام من السولار خصيصا، وهو الذي يعمل لتشغيل المستشفيات المختلفة التي خرجت بالفعل عن العمل تماما، توقفت عن العمل تماما. نتحدث عن 85% من هذه المستشفيات خرجوا بالفعل عن العمل تماما. نتحدث أيضا عن استمرار للقصف المستمر للأماكن الآمنة التي حددتها من قبل قوات الاحتلال مثل منطقة المواصي برفح الفلسطينية، يتم قصف هذه الأماكن ويرتفع عدد الشهداء لأرقام كبيرة، يعني اليوم ربما تخطت أعداد الشهداء 100 وأكثر من 100 شهيد، تخطت هذه الأرقام اليوم، استهداف مباشر للمدنيين. أيضا استمرارا يعني مسيرة الإبادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لا تقتصر فقط على توقيف المستشفيات والقصف المستمر للمدنيين، ولكن أيضا يعني هناك تبعات هامشية لهذه يعني الاعتداءات، منها توقف العملية التعليمية. نتحدث عن استشهاد أكثر من 450 يعني شابا من طلاب الثانوية العامة خلال الأشهر الماضية، نظرا عن توقف أكثر من 600 ألف طالب من دخول الامتحانات هذا العام من الثانوية العامة. لذلك هي إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من تجويع، من منع دخول هذه المساعدات، من توقيف لعملية التعليم والصحة وغيرها من الأشكال الأخرى تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأشقاء في قطاع غزة. هذه هي الصورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم. نشرة أخبار السادسة من التلفزيون المصري لا تزال مستمرة معكم وتتابعونا فيها. مسؤول أممي يحذر من خطورة توسيع الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، ويتوقع أنها ستكون الأشرس والأكثر ضررا. أعلن الدفاع المدني اللبناني في شرق لبنان مقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته في منطقة البقاع الغربي. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارتين استهدفتا بلدة رامية وخلة وردة غرب عيتا الشعب، مشيرة إلى تعرض المنطقة الواقعة ما بين بلدتي الظهيرة وعلم الشعب لقصف فوسفوري. حذر رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف هيثم أبو سعيد من خطورة توسيع الحرب بين إسرائيل وجنوب لبنان، وأكد المسؤول الأممي أن هذه الحرب ستكون الأشرس والأكثر ضراوة، وستدخل فيها معطيات متعددة وأطراف مختلفة، ولن يكون من السهل إيقافها، مضيفا أن ما يحدث اليوم من محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوسيع حربه على لبنان ستجعل المنطقة أمام مشاهد جديدة من القتل والتنكيل والتشريد والتدمير.
أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تمسكه بخارطته لتسوية الأزمة في السودان. يأتي هذا في وقت يشهد تعثرا في جهود التفاوض بين الأطراف المتحاربة، ما ينعكس سلبا على الأوضاع الأمنية والإنسانية لشعب السودان. مع تزايد حدة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وما يحمله ذلك من عوامل متعددة تعزز من حالة عدم الاستقرار في مجملها، بدأ أن الظروف باتت مواتية لتصاعد توتر المواجهات العسكرية في السودان. هجمات متبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فاقمت من المخاطر المترتبة عليها التي يدفع ثمنها الشعب السوداني من دماء أبنائه ومقدراته، وهو ما أجبر مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي على التدخل مجددا، إذ أعلن في بيان تمسكه بالخارطة التي اعتمدها في شهر مايو عام 2023 لحل النزاع في السودان والمكونة من 6 نقاط، داعيا إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة الأزمة في السودان. ومع تعثر جهود استئناف المفاوضات، أكد مجلس السلم والأمن دعم الاتحاد الأفريقي للشعب السوداني في تطلعه المشروع لاستعادة النظام الدستوري من خلال حكومة يقودها مدنيون. وأدان المجلس بشدة استمرار الحرب وتأثيرها السلبي على الشعب السوداني والمنطقة وما يصاحبها من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما طالب مجلس السلم والأمن الأفريقي الأطراف المتحاربة بوقف القتال بشكل فوري وإعطاء الأولوية لمصالح السودان وشعبه، موجها مفوضية الاتحاد الأفريقي بتقديم خيارات للتحقيق في الفظائع المرتكبة والمساءلة عنها، مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الحالية، وحث أطراف النزاع على المشاركة الكاملة في عملية سلام موسعة وأكثر شمولا بمشاركة الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في أفريقيا إيجاد والدول المجاورة بهدف ضمان تعزيز التنسيق ومواءمة الجهود في السودان. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 12 من بين 16 صاروخا و13 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا. وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن الهجوم الروسي الذي يعد ثاني هجوم كبير خلال أيام استهدف منشآت البنية التحتية الحيوية في مناطق مختلفة من البلاد. أطلقت بولندا لفترة وجيزة تدابير حماية لمجالها الجوي، حيث أمرت بتحليق طائراتها ووضعت أنظمة دفاعاتها الجوية على هبة الاستعداد في أثناء شن روسيا هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا. وذكرت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية أنها تراقب الوضع بصفة مستمرة. وأوضحت القيادة أنه جرى تنشيط الطائرات البولندية والطائرات الحليفة، وشنت روسيا موجة جديدة من الضربات الصاروخية والمسيرات على أوكرانيا، مستهدفة عدة مناطق في أنحاء البلاد من بينها منطقة لفيف الواقعة غربي أوكرانيا والقريبة من الحدود البولندية. في الأثناء، أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية أن هجوماً جوياً روسياً استهدف منشأة للغاز الطبيعي غرب البلاد. أضافت الوزارة أنها تعتزم استيراد كهرباء بوتيرة غير مسبوقة تبلغ أكثر من 33,000 ميجاوات في الساعة بعد أحدث الغارات الجوية على منظومة الطاقة في أوكرانيا. تعود البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هدفاً جديداً للآلة العسكرية الروسية حسب بيانات وزارة الطاقة في كييف. فالوزارة الأوكرانية أعلنت أن أضراراً لحقت بمنشآت الشركة الوطنية للكهرباء في منطقتي زابوريجيا جنوباً ولفيف غرباً،
من جهة أخرى، قال مسؤولون عينتهم روسيا إن هجمات طائرات مسيرة أوكرانية أدت إلى تعطيل محطتين فرعيتين للكهرباء في أنرهودار، وهي البلدة التي تخدم محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا، وقطعت الكهرباء عن معظم سكانها. وكانت القوات الروسية قد استولت على المحطة في الأيام الأولى من غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، ومنذ ذلك الحين تتبادل موسكو وكييف الاتهامات من آن لآخر بتعريض سلامتها للخطر، ولا تنتج المحطة كهرباء في الوقت الحالي. هجوم هو الثامن من نوعه على منشآت كهرباء أوكرانية خلال 3 أشهر، وهو ما أدى إلى حدوث انقطاعات متكررة في خدمات التيار الكهربائي. ويقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجمات الروسية المكثفة دمرت نصف قدرات الطاقة الأوكرانية، ما دفعه إلى التكليف بتركيب ألواح شمسية ووحدات لتخزين الطاقة في كل مدرسة وفي كل مستشفى. وتثير الضربات المتوالية على البنى التحتية للطاقة مخاوف لدى السلطات الأوكرانية مع حدوث أزمة خطيرة خلال الشتاء القادم، لذا حثت كييف حلفائها على مساعدتها في إعادة بناء شبكة الكهرباء، وهو مشروع يتطلب استثمارات كبيرة. قالت النائبة الأولى لرئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا زفيردينكو أن بلادها تلقت 85.4 مليار دولار من المساعدات المالية الدولية، وذلك منذ بدء الحرب في فبراير عام 2022. وأضافت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية أن كييف تنتظر هذا الشهر وصول 1.9 مليار يورو من خلال الصندوق الموسع المخصص لمساعدة أوكرانيا، معربة عن أملها في أن تتم المراجعة الرابعة للبرنامج مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع بعدها تخصيص 2.2 مليار دولار إضافية. فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات على 12 شخصا في مناصب قيادية عليا في شركة كاسبريسكي الروسية، مشيرة إلى مخاطر متعلقة بأمن الإنترنت. قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية باري نيلسون إن الإجراءات التي اتخذت ضد قيادات الشركة الروسية تؤكد الالتزام بضمان سلامة المجال السيبراني الأمريكي وحمايته من التهديدات السيبرانية الخبيثة. في المقابل استنكرت الشركة الروسية الخطوة الأمريكية نافية وجود أي علاقات مع أي حكومة أو أي روابط بين المسؤولين المعينين والسلطات العسكرية أو الاستخبارات الروسية. أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حيث أدى 721,027 طالبا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 5 حالات غش في امتحان مادة اللغة العربية، فيما سارت الامتحانات بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صف وسير الامتحانات. الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. أخبار اقتصاد ورجائي رمزي. رجائي، شكرك. شكرا جزيلا محمد. شكرا أدا. شاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تحقيق حلم المصريين بالتأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة، والذي تم تطبيقه في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وأيضا جنوب سيناء، أثبت كفاءته بشهادة المستفيدين الذين يبلغ عددهم 4.6 مليون مواطن،
في هذا الإطار أكد وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل محمد معيط، أكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستمتد إلى محافظتي السويس وأسوان بدءا من العام المالي الجديد. هذا وأوضح معيط أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحي المتكامل. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لمسؤولين صينيين في بكين، قال إن الرسوم الجمركية التي يقترح الاتحاد الأوروبي فرضها على سلع صينية ليست بعقوبة. وأضاف المسؤول الألماني خلال اجتماعه مع تشانغ شان جي رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أن أي إجراء بفرض رسوم مضادة يكون مبنيا على المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي، وأن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى التعويض عن مزايا تمنحها بكين للشركات الصينية. أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة توسعا قويا في استهلاك الكهرباء في الصين شهر مايو، وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي. وأضافت البيانات أن استخدام الطاقة ارتفع بنسبة بلغت 7.2%، وذلك على أساس سنوي، ليصل إلى 775.1 مليار كيلوات في الساعة الشهر الماضي. على وجه التحديد ارتفع حجم الطاقة التي تستهلكها الصناعات الأولية والثانوية بنسبة 10.3% و6.8% على أساس سنوي على التوالي. ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي إلى مستوى قياسي عند 2.1 مليون برميل يوميا في شهر مايو، ذلك بحسب ما كشفت عنه مصادر تجارية وبيانات ملاحية. وارتفعت حصة النفط الروسي في مشتريات ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم إلى ما يقرب من 41% الشهر الماضي بحسب ما أظهرته البيانات. كشفت البيانات عن أن الهند اشترت نحو 5.1 مليون برميل يوميا من النفط في مايو بزيادة قدرها 5.6% عن شهر أبريل. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام بفعل قوة الدولار، ووسط بيانات اقتصادية سلبية من مناطق متفرقة حول العالم. انخفضت العقود الأجلة الخام برنت بنسبة بلغت 0.6% مسجلة 85.24 دولار للبرميل، فيما هبطت أيضا العقود الأجلة الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.7% مسجلة 80.73 دولار للبرميل. تراجعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.24% مسجلة $2.52 للتر، فيما أيضا تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.31% مسجلة $2.71، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. سجل النشاط الاقتصادي الأمريكي على مستوى له في 26 شهرا خلال يونيو مع زيادة وتيرة التوظيف، مما أنعش الأمال في أن يصبح تباطؤ التضخم في الأونة الأخيرة مستداما على الأرجح. وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في الولايات المتحدة والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفع إلى 54.6 نقطة هذا الشهر. تعكس القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب أن الاقتصاد اختتم الربع الثاني قويا، حيث يعد حاجز 50 نقطة هو الفاصل ما بين النمو والانكماش. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى أدا ومحمد، فعليكم. شكرا لك رجائي.
وبأخبار اقتصاد نصل إياكم إلى ختام هذه النشرة، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. خلال اجتماع خلية أزمة الحجاج، مدبولي يكلف بسحب تراخيص 16 شركة سياحية وإحالة مسؤوليها للنيابة العامة. كوبا تعلن انضمامها للدعاوى المرفوعة أمام العدل الدولية ضد إسرائيل، وتؤكد أن سلطات الاحتلال ضربت بقرارات المحكمة عرض الحائط. مع تواصل العدوان على أنحاء قطاع غزة، الصحة العالمية تصف الوضع بالصعب مع توقف الإمدادات الغذائية، وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم. إلى اللقاء.